صلي ثاف في الماس أعوذ بالله تعالى السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلاة وسلاما يلقان بمقام سيدنا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيش مثلا المؤمنين تسمثين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام ربنا في فلول سلم حب حلول كسيس دين لون إن شاء الله سبحانه وتعالى. شاء الله سكال فلاش تزور الله من نغى في جعل ربنا إن شاء الله هذا التجمع يكون فيه تجمعا مرحوما إن شاء الله، وتفرقا بعده تفرقا معصوما إن شاء الله. اللهم يا ربي ولا تجعل فينا أو لا تدع لنا فينا مريضا إلا وشفيته، ولا ضالا إلا وهديته، ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. أغير ربي غير من الخير، أغير ربي غير من الطاعة، أغير ربي غير من الدين. رسلت يا ربي من النار، رجمع ربي من النار، رزد ربي ثق مسيرنا، رشفى ربي مغانا، لحم ربي ويدي مثل. أغير تفرق وفسر بيد يفوز، اللهم أمين. أيد مثلا المؤمنين يسرتين الموضوع نتاع السنه سليمه كتبه ربي سبحانه وتعالى الدين والاخلاق. الدين والاخلاق شنو العلاقه من الدين اكل الاخلاق؟ شنو العلاقه من الدين اكل التربيه؟ ايها المؤمنون عباد الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، بمعنى ثم سليتي مس اسمها دين الحجه، ثم سليتي جمعني من عندي ذيلي مقارنة في الدستر. كلامه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. زرطيه من الحديث ذكي سعما زال القرب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي دينا إيش يعيد ربي ودينا باش ربي العبادة يعني باش نكمل ذاك التربية باش تتمم التربية نسمي. وهذا أول من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان كيز ربي الوحي وحيز ربي يزمر ديني وسيد ربي العباد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أن في الناس أو في المجتمعات قيم وأخلاق، وإنما أتى الإسلام ليتمم تلك الأخلاق. لأنه مثلا من اسم رد القار الجاهلية الجاهلية أو يفن كان أدخل أنت الأخلاق للجاهلية. كون انا ادنى مسلي ضف عباد الاخلاق يسعى عند القيم الجاهليه وانت نسعى غنكون يثورها والله ما نسعى غنكون القيم تبقاني الاخلاق عظيمه، انما الاسلام يسال يكمل هذيك الاخلاق يغند الاخلاق العالية للعباد. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ريزومي الدعوه ينس ذا الرساله ينس أنه يسد باش يكمل التربية للعباد. ولكن نزرب بلي الأخلاق تسعى عند الزاد، الأخلاق تسعى عند القيمة. يقال كذلك رئيس مثلا ربي سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ذا شو العلاقة بين الآية كيف أقل الحديث إذن كان صلوا على رسول الله. الحديث النبي قال شي عيد ربنا سنكمل التربية. الآية قالت أثر الشيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين. فما العلاقة بين الأخلاق والرحمة؟ شو العلاقة؟ النبي يعني قال ربي شي عيد كمل التربية، ربي قال شي عيد الرحمة للعالمين. أكون سقسي عيد مثلا في سمتي. مجتمع يسود فيه الغش والخداع والكذب والرشوة، هل نستطيع أن نقول أنه مجتمع يعيش في رحمة؟
بيت، أسرة، عائلة فيها كراهية، فيها حسد، فيها بغضاء، فيها شحناء، هل نستطيع أن نقول ذلك البيت يعيش في رحمة؟ مستحيل. أخا من ديك للحسد للكراهية ولش لقان الحمالة ولش المحبة ولش رحمة ليس المجتمع ديك للخداع لا تكون ضاري للفساد وذنقارض لا رحمة ليس كأنه رب سبحانه وتعالى ديني لا رحمة للعالمين إلا بالأخلاق. رب ليش عند الرضا رحمة للعالمين ما نبغى ما نعيش الرحمة إيه مثلا إلا تنسعوا في الأخلاق الطيبة والأخلاق الزكية. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعلم كمل بل رب سبحانه وتعالى بخلق أفضل الدنيا لمهمة عظيمة كل الميسيون طريقة أولى ذا شد هي عبادة الله عز وجل. إن ضرب القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب المهمة الرئيسية بنادم يلقى ربي فالعبد بلا كده يكسب بلا كده يسوي تمسنين بلا كده يفواياجي بلا كده يخب أمور كدوني نيموني السينا ربي وانا يعبد ربي وسعيد شيء كوي كل شيء يحاسب. لذلك يجب مثلا المهمة الرئيسية بنادم بالدنيا عبادة الله عز وجل. فالعبد سعى العبد الجلس ضرب يوم القيامة سينا ربي غير الزور دار أي غير الزور دار أي غير تعبير دار بلش السينا ربي سيغى الوقت ما عنديش وقت لك 10 60 70 80 سنة إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لأنه يوم القيامة يسأل رب العباد قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين شحال يتعاش في ديسك وسن شحال السنين العباد يعصم ربي قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يوم القيامة العباد سيني يا رب شحال يتعاشر شحال يسعدان سيني يا رب يوم ما نعرف واش حنسعد بالك يسعدان ما سنا رزق الواس بالك يوم أو بعض يوم يعني من الحياة كاملة عاشر يا بنادم يوم القيامة قد يلبزوا الناس رزق الواس. لا إله إلا الله ربي لا شرسي قال إن لبثتم إلا قليلا إذا كده زند ربي نعم الدروس يسعدان شو 80 90 70 ماشي حاجة قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون لو كان تعلمون وما عندهاش يدير ربي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يا بشر أي إنسان من العباد ثم خلقكم للعبث يعني أتولى أتسعد كل وقت تعيش ما تمتم شحال العباد دور مازال قارب العباد ولا شوي يقمثني غلط ولا شوي يقمثني كرت الاخر ذكي ما كاش منها ازكى ما كاش منه مي من المغرب دم بلد ما يثبت يوم القيامه لانه القيامه العلم الغيب ماشي لي نسب عن ولي سوال لنا زمر غاص ولي سوالني وانما يخبرات سي صوت سبحانه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رجع ربك الأمن إن شاء الله من خصائص المؤمنين الإيمان بالغيب. فإذ مثل يوم القيامة بنادم السيني يا ربي نعم دروس الساعة الدار أنا كنت سعيد تمسيني كنت على المرض أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ثنوبة قال ما هو رب سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك. فغير دين العيث مثل المهمة الرئيسية التي خلقها ربي ربي العبادة لكن شو المعرفة العبادة؟ شو العلاقة العبادة للأخلاق؟ للأسف الشديد أقلاق تعيش في المجتمع عندما يتغيظ الحال درجة صفت العبد يتظلع لغ الأخت تظلع لغ السطري مانيس لكن اسمه المقل غير المعامل ليس الطرف قيس النفس خوص أدنفه ديفكارني إيماج العليم الدين وبالك للعبادة الجهل للعباد بلاك اللي قارن الضعفاء للعباد نوان بالليل المهم بالدنيا ذكي غتعرض ربي غتظل وتصدق وتزمر وانما الاخلاق سعى العلاقة الدين عيشة كنت تبغى تعيش وكون فيه من الدين يفهم فغانا تصفغن الدين غف الاخلاق فغانا ذك سنتعرف كاري الدين تمت غا الدين كم تصرف كاري ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة لكن غير تبين غير مثلا أنه ولد نكني لو كان نفهم الحقيقة للعبادة
الى قد نتخلق الاخلاق الحسنه. صلوا على رسول الله. ان كل المطلوب منا شرعا في امور العبادات، والعبادات في ديننا توقيفيه، الامر من العباده المطلوب من الانسان المسلم الديني: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. والزمر ما عرفتش يا بنادم تفهمها ذا شو المعنى العباده هنا. فهي فرضيتي ضربي توقيفيه ما تعرض ربك ليك شرعا. بالك يتسلم من العباده من لي ريزو سوسيو راه يوم زمان العباده هضر لي بورت كوا يضل كاين ولا غير باساج ليو زعما تقريبا صاري جد العباد وكذا يكثف في اللي تزلى يكثف في اللي يسعى للدين. يعني يسن الدين لا غتعرض ربي لا توحد ربي، مش لازم تزلى، مش لازم تزمر، مش لازم تحج اعبد ربي اسمه لي. يعني شوف كلام حق يراد به باطل. اي الغاز العالم ابنادم اتعب ربي الواجب ربي يخدم ربي، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لكن نتعرض ربي ما كان يقدي شرع ماشي كان تغري. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربي كزان ربي في كيرد العبادات اللي نعبدك نقدي شرع. هيني يا ربي تصلي من الصبح سناد ركعات سناد سقا غير سناد ولا شو ليك زمان يقدي جو بالكا ربي ادم ديال العالم تغري. اي غا العشاء ركعات اي غا سند جهر سند سيران اي غا الاذان اي غا الحج ندوي غا في الكعبه اي غا الصيام رمضان 30 يوم ماشي 40 اي غا الزكاة ولا الحول والنصاب. في يد الامور لا لا في يد الامور توقيفيه بشرعيه في ربي انا عبد ربي ولكن بالشرع. هنا بديت مثلا امور العبادات امور توقيفيه يكون الوجب انا عبد ربي وانا عبد ربك يغدي شرع ربي يغدو زام 30 يوم 30 يوم يا ربي نرد زلت خمسة صلوات خمسة صلوات ربي نرد حوج تدد الحوج أثنى توري كان مازن فكرة مسليك أن يونيك تبدأ كومنتير إنيك أن ديو كي بارل أون عرب زلت كان الأفكار يعني دي أفكار غبية يعني. أولا ربي سبحانه انتدي في كان لغتك ربي سبحانه ينير دقل القرآن أنه اختلاف الألسن اللغات يعني آية من آية الله المعجزة ربي سبحانه ربي في كتف لنا هضر الشينوا والجابوني وتعرف وتقبلت من القران ينزل يهضر ربي استعرف زعما يكون سينا ربي غير القران ماشي تقبيلي حنا ديك اكسبليكاسيون للقران شرح معاني القران بالقبائل يعني مش قران مش مصحف شريف شرح معاني القران بالفرنسيه يعني مش معناتها قران بالفرنسيه مي ربي نزل القران استعرف هنا ضرب انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. فالعبد شغل مزون يبغى هذه السوزيستيميك تعرف كل الدين لا تعرفت انزل تسيس ربي القران الشرف تسيس ماشي القران كتوا شرف تعرف وانما تعرفت كتوا شرف القران الكريم وديال الايه ربي سبحانه ربي ربك يخلق ما يشاء ويختار. فالامور العبادات وين يبغى نبي عبد ربي غادي عبد ربي بلا تفلسيف عبد ربي ما كاين يدي شرع. لكن للعالم العبد الذي يفهم المقصد من العبادات ماشي عبد ربي حتى ماشي انت كان بلا ما تقول الاخبار ذا شي القصد الربي نقول وين غادي نبين بلي العبادات في الحقيقه العبد غادي يفهم لكن وثا اللي عبد ربك نيلق ذا المحال اللي يسوي الاخلاق سيئه مستحيل وتقرر غلطره مدنك غلطل كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون عباد كامل غلطان ولاش المعصوم حاشا ربي سبحانه مين عذري فهم الدين السري وعافذ ما ربي لكن لق تجرد صفتي على الاخلاق العالية. دونك البروبليم ماشي الدين البروبليم ذا نكون سمعنا في العباد مثلا يتزلى فلان تريد يتزلى يخدم كذا وكذا فلان تريد تخدم الحجاب تخدم كذا وكذا ايه ما الحجاب هذا البروبليم تزلي هذا مشكلة العبد اللي ضعيف يغلط ها واش اسم راه غلط العبد اللي تزلى انا راس قال غيره نغتق شي تيك لانه تحجب راه غلط نورمال ناس مي كون تي ساجي العبد اللي تبع الدين اشيني فلان كنا ديني نعم مسؤوليه كبيره غا في العبد تاع انا دري ربي يسعى المسؤوليه لانه بلاك هذه غلط هذه غلطي العباد لكن نكون قاد ولاش المعصوم ربي سبحانه المعصوم اي مدن المؤمنين جل العبادات دي شرع ربي المقصد ينس انه السيجمنت تاع ربنا ويد القصد ربي سبحانه اذكر الامثله الى ضربك الحق نتظليت الصلاه وما ادراك ما الصلاه
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذي ما فيه صدغة في الظليت حذر تتكز مرأة ربي سبحانه حذر تتكبر ما في ربي سبحانه وتظل مرأة حذر السنة ذلك غلطة ربي يقبل لها ظالك ما ظل ولتما غس غلطة غس ذنبض غس خسر الظال هذا الظليت ده مرأة يقريك ضربوك تمارة مرأة يقريك ضربيا وتكبر غفر ربي وحقر لي مالك دعان ربي يعفي غفر إيوان يشضني وخا ننسي مزورة المؤمنين يوانرو في الوقت كذين الله ما تشكين عودة تضارو ينسلم وانتظال الله السوق ما يعمر يفرو إلو كان يزنس لغلا أودي هذا رب الخير إن شاء الله الكارثة ثم قرآن دنا تفضل العباد استهزان الأمر الصلاة فالصلاة يثمثن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأول ما يسأل عنه صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله الصلاة يتمثل الشغل اسم قرى لكن لشي دينا ربي إن أدوى أقيم الصلاة زرد كان الفرقة ولش الآية القرآن دينا ربي صلوا نصلي بين الذين أقاموا الصلاة إن أدوى أقيم الصلاة إلا الفرق يرون الظلنة ونك الظلنة كني وثا وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فزرت ليت مثلا تظلي ذي العبادة نعم لكن ربي شي دينا أقيم الصلاة معنى اسم الزوضة كني وثا تظلي ذي شريك خذر تنهاك عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا شيء لك تثبتنا العبد غف الدين غفو فريد ربهم أم صبر أكذ ظليف ربي ندوى استعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين استعنت الصبر ظليف شقلك ذي مسلم صنوة ربي عبد ربهم تعلم ذا شود الحلال ذا شود الحرام أتزرد الحجر الحرام أكيد جبذ فنفسي ثيكا كفوها كثاوين ميغد مكتب ربنا تصبر بس تفضي مانيك وتحفظ الغف ظالي ثيك تظالي ثيكا كده ذو وكده غير وبريد مما ذاقلك تشير وتصبر برام وتفضي مانيك ترنيه ذو ليش تظالي فالشيطانك ياوية خاصة اسمه لي يعيش لعب دونز انفيرونمون لعب دونز اليو دي قوانت الشبهات اي قوانت الشهوات يجبذ بندم الحرام يسوى ليذ مثلا والحرام يسهل والحرام يشبح والحرام يتزوق الشيطان يتزينه باش يغوينا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات الشهوات سوال تدر جهنمه من العبد لا قد يصبر هذه اللي درجة زكني قارن اللي حافظ غف النفس غف الشرف ينس قرق الزمان ندير خس وكسوم نغت سنوز الشرف للعباد زنوز ينمدن شرف نسم ففي الحاجة دريان دي تويف مثلا بعرض من الدنيا قليل أشرتني ذا ربي سبحانه أشرتني ذي الوالدينيك أشرتني ذي يعني يوم القيامة سمارت قبل بربي زوز ذي شرفك سلحجة درين ذي زمان أصطيمانك تلي الدرقز تصطيمانك كني وفا وتصبر وتظل لذلك إذا مثلا تظلي تنهى عن الفحشاء والمنكر فالقصد ربي سبحانه من ظل باش غير سقمت راه مجنة الصدقة الزكاة ربي ذا شيدنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهر المال وتزكي النفس من ماذا من الشح والبخل وحب المال نعس الزكاة سرب الصيام قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم نعس اسمه يزم العذر مش يذو الزم يعني المكلة ومال وإنما غذو زمن تولنيس غذو زمن يمزوغ نيس غذو زمن ثيكلي نيس فأريد سنغارا وإذا درغ الزور وإذا طليري نشمت بمعنى الصيام تربي الحج غير قرب الحج جميعا إن شاء الله إقاد ربي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني الحج اسمه يروح لعبد ذي قمينا بذلك الشهر زيادة هذه الجهد ما نسوى شو ريت سنغارا ويهدرير في مسلاي بمعنى تربي الحج تربي شكي لقن فهم ثيث مثلا العبادة
يفرض اعتبار ربي غير عبد ربي، لكن القصد الربي سبحانه وتعالى العبادة تربي انت تكن تغد الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة تيد الغلاء. زرمت جرس ما استزوض عندما تغرس شجرة استزوض واستزوض واستهلاض ديكس اسمها رد مغين لقد فك ثمرات تيد الغلاء ينس تنش بحن تجرى اسمها رد فك الغلاء كذلك الأخلاق اسمها رد الزوض قولونا العبادة الخوف ربي سبحانه ذا الخير ذا قولونا نغد شر دي ثمر هذه ثمرة الأخلاق الطيبة، هذا المعاملة العالية. فلعب اسم غطف سيء الأخلاق مع ناس غير عبيد ربك نيوثا ويريس في نغذ شو مع ناس العبادة. لذلك نجد بين الناس انفصام مثلا أن في انفصام عظيم أنه دي فترة ذاك النغ لعب يتظل يسمى ربي للمؤمن بار كونتر الأخلاق ينس خصنت ودي فترة ذاك العبادة بانجلي جنو أرضيها ذو ربي جميعا فذور يتظل وريت لي على غير يعني ما كاين قال الدين لكن تفني سكرا لي كريتير ما شاء الله يتعاون مسليت العالي متصدحي يخدم الخير يدير قزنا قتلاوي الحاجه العاليه مين الواخر انا واخر ريت مثلا خصني السين نعم خصني السين ونتظلني عبد ربي الى قد يفكر المعامله الطيبه الى قد يسوى الاخلاق السيئه مو وين قال ندغني شحال الاخلاق العاليه شحال المعامله الطيبه نقرس خصي كنتظليت شغل مازال الحاجة دريان دي توثي خص قاطية خصي وطاس تظليت ماشي الحاجة سامبل يعني زمان كي قلنا نقمش الغفلس خاطية إلا قل عبد ذي زاد الواجب هذي ركع ربي سبحانه هذي الشجدة ربي سبحانه وتظليت تكت طمأنينة بنادم تكت الراحة تينيك تسليك بنادم تينيك تعوانا هذي صباف الفتن الدنيا الختمة ثم سليتي نوعيث مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم باش يغدي بين القيمة للأخلاق مثل هذا المشهد يوم القيامة غينجور بيس إن شاء الله هيني ثمين اسميك قصة الصحابة اسميك إنك في مجلس بحال المسلطين إنيسن أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع إنيسن مزرى من ويك المفلس ونفغن فايت جاوبنا الصحابة ممكن أريد أن جاوبك نكوني ونفغن فايت لعذيك بيردين الشينس يبيردين إنيك سعى يصرح كل شيء فغي يعني كيت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يتمسلها غير في الشيء تمسلها حاجة أكبر وأعظم كدي راح لك نيون الشيخ محمد الحسين ثا رحمه ربي قلت طلب أي ناس إني سنن وردي يدرن السفرون السفرة غير تجير كريم نيس الشيخ ثنين ذي نواس ربي ثا ذوليو غار الطاعة ذي وفق جعل صور ذي وذي الفطاعة ذي يدر ذي سواق نيس حبس ذي يعني الشيخ يقول دي ناركا يتمسلها غير ذي فصور ذي كش نهار مسلها غير غفل فالي إني سنير دار بثا ضد دولي وغار طعنة دي وفاق جعب لي لسيو ذي الفطاغن دي الدر دي سواق كبو ثميل دي سوحني نريز مير حد سيالق نسوقي تمسلي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسمي سينا المفلس نفني تخمي من نفسي أنا سوليك صراح نشين خاطئ إني سنير المفلس ونرديس يوم القيامة سوا شو يا رسول الله إقود يونو عوين ما شاء الله ضم عليك العبادة ثويني السن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة إلى خير قوش تانيث ماذا؟ يخمك العبادات أكني نوك نكون يزور اسماء زغيون يتظل يتوزن يحج دخم ربي يتعشر شينس حوليش خير قوش سي لبتي ماما كني قارن سي ليديال تخطي أشتكي ذا الواجب نعم لكن هل أثمرت فيك تلك العبادات أخلاقا طيبة ومعاملة طيبة؟ إن لكن يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه أو من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يروح يوم القيامة يقول ده بقاج يعني قوى يخدم تظليد الواجبيس يزوم يحوج ما شاء الله لكن زرم شو البروبلم ينس البروبلم من انه وكن نكون يسيدي ريان ديت وانت لو دغال على إجهاد يعني كد يشتم هذا سب هذا أكل مال هذا سفك دم هذا يعني المعاملة العباد مكان مكان يتظلوا ذي الحاج ذي المؤمن مشو كان المعاملة العباد ولاش يتعير العباد يتناغ يتشلحق العباد يتكر الغاشية يخون العباد يعني خدم حوايج كل نقرا سيدي غير ديت المهم يتظلى
يعني يوم القيامة ظلم شرس يضرميه مثلا، يعني كذي تخلص العباد قل حسنات الله أكبر، موقف عظيم ظرميت مثلا. والله لو كان السفغ الحساب الذي خلص سيدي ريمان لا أهون أشحال وكمية وميتين وثلثمية أخ 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 ذي ريمان الدنيا من يوم القيامة ذي ريمان تعدينا ريث مثلا زرت شو شرط خلصة أتخلص الحسنة نيث نعتبر كم بش قوة تمتيت نعتبر أشحال نسنكش زرلا تزامر تحجو يوم القيامة تزوزر في العباد تخلص الله الشنال بخير من هوارك فكاسي وار فلان تنعلت فكاس فلان تصبت افكاس الحسنات يعني غص نتقل الحسنات هناك هناك فانتك الحسنات يزمر اللي ضروا مشتا نعم حيث كامل العبادة بيتلموا يسعر المعاملة العالية اذي تخلص العبادة ما فكت الحسنات لا اله الا الله موقف بكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يترو النبي صلى الله عليه وسلم اسمي زندي غال حديثك امشي يملعب ذيك نعتب الحيث كامل يوم القيامة اسكفونت الحسنات ومع الله سوليشون سيكوا مازال العباد ترجون مازال غاشي تايا الناس يتشيس الحقوق الانسان والحسنات شو شري خلص ولاش زرنا شري خدم اذي عبين الذنوب من العباد فيأخذ سيئات الناس فلان يكر تسوي الذنوبيس اتعبي خشي غير يخدم فلان فلان يخدم كذا ما تعبي الذنوبيس اذي عبي غادي يعبي غادي يعبي اسمه يلعب بطاس الذنوب داير حيس مثلا ثم يطرح في النار والعياذ بالله الى الحياه كامل العباده يوم القيامه يسمى يس النبي صلى الله عليه وسلم المفلس يفرفيت يبير داك الحسناتيس يقود له من العباد يكشم جهنم البروبليم ماشي هذا يتمثل بالمعامله نعم مريض ترزا اللي تصرف كاع غير السيناريو تاع مسليه العاليه والسيناريو القدر والسيناريو الطاعه الوالدين والسيناريو يعني كني قرن المعامله العاليه العباده يوم القيامه صعيد شريف خدام هذا العالي ملعب هذه خم الواجب صدي الزال الذي يعبد ربي وذي سؤال الأخلاق الطيبة أكيد وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسمي سيناغي معاذ للوصية الجامعة المانعة اتق الله حيث ما شئت وأتبع سيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن. طيب الوصية النبي صلى الله عليه وسلم في سمثين اتق الله حيث ما كنت ديث بغطي لين أقوى ربي سمك شايد ربي سبحانه ربي يتبقى كل دغوري غسل عباد يد ولا ناري ما ولا نويد زرينا غشوي يا ربي طلع يا ربي مطلع اتق الله حيث ما كن واتبع سيئة الحسنة تمحوا صاريفة غلطة العبد الليل اتضع في نفسيتي كتخم الذنوب ماذا شي الحلينة كتسلم اتكمل ذكيرة بغيت خاطئ الشيطان كيقرا كثير تغلط كثير ذنب كثير مسخو استهل رحمة ربي كمل قبري ذاك شو ماشي ذنب متزلي استحسن اول الشيطان استضع ديالي بغيت خاطئ اتبع سيئة الحسنة تمحوها خم الذنوب خدم الحسنة الزال صدق خدم الخير ربي ما كيمحو ذنوبنا تسلثة خالق الناس بخلق حسن مع ماذا العيبة تصرف قال عالية تلقى الله سالم إن شاء الله أغيث بتربي في الدين إن شاء الله وأغيث تربى في سير بغي ذي فوس أغيث قرب الخير أنت خير أغيث ما ثنيني ثمين إن شاء الله أغيث ربي قبرين الطاعة أغيث ربي قبرين الدين أغيث ربي قبرين الخير هذه سازق ربي ولو لنا هذه جمع ربي شملنا هذه زدي ربي ثقمة زيارنا إن شاء الله إمضان ندعو في ربي غادي يسحلو ربي إمضان هذه رحمة ربي وذي مثل أغيت بتربي غف الدين إن شاء الله أغيت بربي غف الشهادة إن شاء الله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون استر ربي الدنيا تلاخف إن شاء الله أكون يعين ربي عن مصائب الدنيا أكون يفق ربي العيبة دينس أكون يطف ربي غفوس ربي ذي فوس أكون يجعل ربي وذي كتب عن بريد من الدين أبريد من تظليث أبريد من الخير أبريد من توصرة إن شاء الله أغيت على ربي وذي كضع الوالدين إن شاء الله كوني في قربك الدراسه نون كوني في قربك المشاريع نون كوني في قربك المستقبل نون ان شاء الله اكون يجعل ربي ان شاء الله من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ان شاء الله امين وامين وامين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم صح يا الله بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عن كل خير من باب من يشكر الناس لم يشكر الله فلقد كان الاخ اسامه ان يقدم شهاده تقدير وشكر نظيرا لما اشاد الشيخ وهناك سائلين من المولى عز وجل ان يجعل قدمه في ميزان حسناتك دون تعز الحسنات امين يا رب ان شاء الله يا رب بارك الله فيك يا نور ان شاء الله شكرا جزيلا نحفظ